تبين ديالي دخلت خجراتان كدلب سليكا. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيكه ديال الليمون اللي هي جديده بزاف. وشكرا على الدعم ديالكم وشكرا على اللايكات ديالكم. اذا عجبتكم القناه ديالنا ما تنساوش تشتركوا في قناتنا، درنا لايك، تفعلوا الجرس، خلينا كومونتير زوين. شكرا على الدعم ديالكم وشكرا على اللايكات ديالكم. السلام عليكم المتتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى انكم تكونوا مزيان، صحه مزيانه، جمعة مباركة. مهم اليوم غادي نشاركو معكم واحد الكيكة، وهاد الكيكة هي كيكة بالليمون. كتجي سهلة وزوينة وبسيطة وكتجي هشيشة. مهم غادي نبداو المقادير. عندنا كاس ديال الزيت، جوج كيسان ديال الليمون، حيتاش الكاس كبير عطانا هاد الحجم هذا. كاس ديال السنيدة، عندنا هنايا زلافة ديال الطحين، طحين فورس مغربل، ثلاثة البيضات، ثلاثة الخميرات حمر، وحدة فانيا، وقشور ديال الحامضه. المهم نبداو المقادير. على بنا شو قبيصه ديال المليحه. المهم غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. بسم الله. عندنا ثلاثه البيضات، غنزيدو عليهم كاس ديال الزيت، غنزيدو كاس ديال السنيده، من بعد غنزيدو داك الفاني، حيت الفاني كيعطي واحد النسمه زوينه للكيك، وتا ديك النسمه ديال البيض وديك الزفوريه ما كتبقاش كتحيد. ودابا غادي نطربو هادشي مزيان، كنطرب اليداوي. دابا تديرو في مولينيكس، ديرو في مولينيكس نتوما شنو اللي عندكم. انا كنفضل انني نخدم بيديا باش كنعرف المقادير ديالي كيفاش دايرين وكيفاش. غنستمر بحال هكا نخلط هاد المقادير مزيان مع بعضياتهم، ديك الزيت وديك السنيدة نخلطهم مزيان مع البيض. كنتمنى انكم تجربوا هاد الكيكة هادي، راه زوينة بحال هكا الكسكروت، كتجي زوينة. ولا جا عندك شي ديال شي حد في الضياف ولا كتجي ساهلة. نزيدو هاد القبيسات المليحة وهاد القشور ديال الليمون اللي قشرت الليمون اللي حكينا، غادي نزيدهم باش كيحيدو ديك الزفورية ديال البيض ما كتبقاش، وكتجي حتى الكيك فيها نسمة ديال الليمون، كتجي حتى الكيك ديالنا كتجي بحال داك اللون الليموني صفيفر. حركو مزيان، طربوا هادشي مزيان، طربوا. من بعد غنزيدو كاس ديال الليمون ديالنا، بعد ما درنا الليمون دابا غادي نضيفو الدقيق. حنا كنضيفو وحنا كنخلطو، حنا كنديرو حنا كنديرو الطحين وحنايا كنخلطوه باش الكيك ديالنا ما يجيش عاقد، خاصو يجي زوين وهشيش. هنا تقريبا عندي شي 3 ديال الكيسان، هنا تقريبا عندي شي 3 ديال الكيسان ديال الطحين. خلطو مزيان الكيك ديالنا، نزيدو الطحين حيتاش القوام مازال جاري. ندافع معنا الخمارات ديالنا، حيت الخماره الا خاصها دار مع الدقيق، الا ما دارتش مع الدقيق كتبقى دوك الكويرات ديالها اللي غير الفوق. عندنا نسا ديال الخمارات، كان
نتمنى انكم تجربوا هذه الكيكه هذه وتردوا علينا تجاوبونا الى عجباتكم ولا جربتوها. كنتمنكم تجاوبونا تجي زوينه وقبلوا علينا. درنا الطحين، هذا هو القوام ديالها كيجي بحال هكا، ما كتجيش ثقيله وما كتجيش خفيفه، شويه ما خصهاش تجي عاقده باش ما تجيش، ما خصهاش تجي عاقده بزاف، خصها تجي شيشه. ديالنا في المول هاد المول هذا حنا عندنا صغير كيه ثلاثه البيضات كله وعلى حسب الليمون اللي عندكم، لكن اللي ما عندكمش هكا بحال هكا متقوملوا الوسط، كاين اللي عندكم غير عادي على حسب الليمون كيفاش دايرين، كاين اللي كاينين الليمون ديمول طوال على حسب الليمون كيفاش دايرين، على حسب الا كان المول صغير بركه غير ثلاثه البيضات، كان المول كبير تقدروا ديروا اربعه خمسه على حسب الحجم ديال المول كيفاش داير ديال الكيك. وهذه هي الكيكه ديالنا، الكيك ديالنا. دابا غادي سخنت الفران، حنا عندنا غير الفران ديال البوطه، سخنتو درتو يسخن، غادي ندخل الكيك ديالي تقريبا شي نص ساعه باش طيب، ومن بعد غادي نصاوب ليها واحد السيرو، وهاد السيرو غادي ندير فيه كاس ديال الليمون وواحد غندير فيه القشور ديال الليمون تاهما، ومعاه واحد تقريبا ثلاثه الكيسان ثلاثه المعالقات عفوا ثلاثه المعالقات ديال سنيده، ونخليهم يطبخوا مزيان فوق البوطه. منين غادي تخرج الكيك ديالنا غادي نسقيه من الفوق، وبقاو تابعونا ان شاء الله تيخرج لينا تنخرجوا ونتلاقاو باش الكيكه ديالنا من الفران، ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما خرجناها من الفران، والتزيين غنديروا السيرو وغادي نديروا الكوك. نسقيوها بهذا السيرو هذا اللي وجدنا، نسقيوها مزيان. نعم مزيان الليمون، دابا غادي نديرو الكوك. وهذا هو الشكل الخامي ديال الكيكه ديالنا بالليمون، كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها، كتجي زوينه بزاف داك المذاق ديال الليمون وداك النسمه ديالو. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا علينا في التعاليق كيفاش جاتكم الكيكه ديالنا، وشكرا للمشاهدين ديالنا على التتبعات ديالكم اللي كتبعونا، وما تنساوش اللايك وابوني الى عجبتكم القناه ديالنا، وشكرا لكم بزاف. واذا عجبتكم القناه ديالنا ما تنساوش تشتركوا في قناتنا، درنا لايك ترجع راس خليكم ترجعوا، شكرا على التعليقات ديالكم الزوينه، وبسلامه المتشبعين ديالي.